يابا السلام عليكم، شو الصحة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين. الجو جدا حلو يا جماعة الخير، الشمس طالعة، طبعا شوي برد بس مو قوي، يعني مو كلش برد باردة يعني. إيه طالعة الشمس عمي، والله حلو ما شاء الله. الخير اليوم ما عندي شغل، كنت آخذ ساعة ساعتين هيجي وقت الفراغ أشتغل، أرض ساعتين شغل أو ساعة ونص، قلت يلا اطلع شوي اشتغل هم اشوف الشمس حصه فلوس. الشرف لما تطلع الشمس يا الهي، كانما ترد لي روحي، تصير الحياه كانما سبحان الله. الشمس تخلي الواحد يرتاح نفسيا، يعني صراحه فوائدها بلا نهايه. يعني يا جماعه تخيل، بالمناسبه يا رب يا رب يا رب انه هذا الفيديو يصير حلو وما يقوم يخربط، لان صراحة صورت اني بالجو برو، الجو برو هيرو 10 يعني العشرة، اخر مرة صورت بيها وصراحة اكو مشاكل بالكاميرا، يعني مدار تصور زين والصورة تقطع والصوت يقطع ومشاكل هواية يعني. فان شاء الله اتمنى انه هذا الفيديو اقدر اقصه، اقدر اسوي مونتاج واساعده على الانترنت على اليوتيوب. اخر فيديو مع الاسف ما قدرت اصعده، لي صراحه جدا سيء، يعني يا رب يمشي حاله. يعني المهم صورت لكم فيديو اني بالسياره اذا وصلت طلبيات مشروبات غازيه. البارحه اني صراحه جربت الماطور الكهربائي، فاذا تحبون ان شاء الله اسوي لكم فيديو اوريكم هامبورغ، اختار لكم شي يوم حلو هيك بشمس واوريكم هامبورغ بالمطار الكهربائي. اذا تحبون انتو عندكم واهس كتبوا بالتعليقات واصور لكم ابويا، يعني حبايبي انتو. بالمناسبه اكو واحد من حبايبي كتب لي سؤال بخصوص الشركه اللي اشتغل بيها اني. الشركه اللي اشتغل بيها اسمها، الشركة الأساسية هي شركة هولندية اسمها Just Eat Takeaway، وهاي بيها أفرع، وهاي بيها أفرع عالميا، يعني بألمانيا، بألمانيا، بإسبانيا، أمريكا، كل مكان. فالشركة اللي بيها آني اللي هي بألمانيا اسمها ليفاغاندو. مثلا على سبيل المثال لما أنا كنت بفرنسا، فرنسا اسمها Just Eat، بأمريكا اسمها غير شكل، يعني كل دولة لها اسمها الخاص، الفرع الخاص، ولكن الشركة الأم اسمها Just Eat Takeaway Express، هاي اللي هي هولندية. يعني طبعا أنا أشتغل بالأوبر إيت، أشتغل بالفلاش بوست، أشتغل بالليفاغاندو، أشتغل شركات ثانية. طبعا دربت هواية شركات يا جماعة الخير، إذا تحبون أما نسوي لكم فيديوهات بخصوص شركات ثانية. يعني لحد هسه أنا مجرب تقريبا 9 شركات بتوصيل الطلبات، مشروبات، منتجات، أكل وشرب، بعد شنو بالله، والله هواية شغلات جربتها، يعني مو شركة وشركتين ومو شغلة أو شغلتين، لا والله هواية جربتها أنا. طبعا أكو همات برنامج جربته اللي هو يخليك تشتغل كذا شركة نفس الوقت. هذا موضوع توصيل طلبات يا جماعة الخير صار جزء مهم جدا جدا من حياتي، يعني الخاصة انه اوصل هواية اشياء، تعلمت هواية اشياء عن طريق توصيل طلبات، وصلت طلبات بالسيارة، بالمطار، بالبايسيكل، درج الهوائية، يعني مشي، وصلت همات مواد غذائية، همات توصيل طلبات بشركة جيتير التركية هما اشتغلت بيها، باندا، جوجلز، يعني يا جماعة الخير ما خلى الشركة ما اشتغلت فيها. ان شاء الله اشوفكم همات الصور. طبعا الشمس مع الاسف يعني جاهد انه تطلع، ولكن الغيوم صراحة يعني جدا كثيفة. انت تعرفون طقس هامبورغ مع الاسف كل جدا جدا سيء، ساعة بالوحدة حاليا، كنت شوية همات اغير جو اطلع. حاليا ما عندي طلبيات والله، ولكن شغلت البرنامج. انا
انا ما احب اوقف بالبايسيكل صراحه، يعني احب اكمل. مع العلم انه اذا وقف الباص وينزلون الناس او يصعدون الناس لازم اوقف، يعني لازم انتظر لحد ما يصعدون وينزلون كلهم ويفرغون الطريق بالبايسيكل يلا اقدر امشي. ولكن اني تعرفون يعني المثال الممتاز يعني، فلا تشوفون تتبعون علي يا جماعة الخير. الإنسان بالطبيعة لازم يوقف، يعني لازم ينتظر، هذا هو القانون. ولكن أنا ما أحبه ما أريد أوقف. مثلا هنا طريق البايسكلات مفتوح صار أخضر، خلي أشوف يقدرون. ها ما قدر والله، المفروض يوقف، المفروض يباوع إذا ترى أكو بايسكل أو ماكو بايسكل. البارحة يا جماعة الخير صلحت البايسيكل مالتي، أو بالأحرى ردت أصلح البايسيكل مالتي. البريكات صراحة خلصت فلازم أغير الديسك وإلى آخره، فخربتها بالزايد، جيت أكحلها عميتها. المهم فاشتغلت بالمطار والله، وصلت طلبيات بالمطار الكهربائي صراحة يعني جدا عجبني. ولكن من ناحية توصيل طلبيات يا جماعة الخير أحسن شيء هو البايسيكل، أسرع شيء وأرخص شيء، ونفس الوقت همات رياضة، نفس الوقت همات ها شنو بايسيكل يطلع صوت والله. بالمناسبة يعني البايسيكل بالنسبة لألمانيا والهامبورغ أحسن من الماطور. مثلا إذا بأمريكا أنا أعتقد الباطور أحسن من البايسيكل، لأن يعني أمريكا كبيرة يعني. هنا تعرفون ألمانيا جدا صغيرة وضيقة، كل البنايات ضيقة والشوارع ضيقة، فما محتاج له يعني مطار. وثاني شيء همات ازدحامات هواية يا جماعة الخير، ازدحامات هواية صراحة، الطقس جدا سيء يعني. فاني أعتقد إن البايسيكل أحسن من كل شيء. لما واحد يوصل طلبيات بالبايسيكل بالنسبة للطقس جدا سيء يعني، لأن الطقس هنا جدا ممطر وبارد. ولكن بالسيارة هواية استحامات مخالفات، بالمطور همات الطقس جدا سيء، ونفس الشيء نفس الشيء همات استحامات. يعني أنا شايف البايسيكل أحسن من كل شيء، همات يونس يعني. بالمستقبل إذا الله راد مثلا بغير مكان، إذا الله راد أني أشوف ممكن أروح دولة ثانية، أو أروح مثلا أجرب أمريكا لو أي شيء، ممكن اوصل طلبيات بالبايسيكل بالمطار او بالسياره. ولكن بالبايسيكل انا اعتقد ان هامبورغ والمانيا عاميه يعني بالبايسيكل احسن اسرع. المطار والطقس هاي موضوع تعود يعني، موضوع تحمل، يوم يومين شهر شهرين سنه سنتين، يوم والايام تتعود وتقوم يصير الموضوع بالنسبه لك جدا عادي يعني. اكو ناس يوصلون طلبيات بالبايسيكل يا جماعة الخير وبدون يعني بدون كهربائي، يعني مو مثل البايسيكل مالتي كهربائي، لا يوصلون طلبيات بايسيكل عادي يعني. يا الهي هذا صراحة يعني رهيب يعني. هذول الناس اللي يوصلون طلبيات بالبايسيكل العادي احترامي لهم يا جماعة الخير يعني. يعني جدا متعب يعني، اذا مثلا تشتغل انت توصيل طلبات هنا بالمانيا، ومع العلم انه الشركه اللي اشتغل بها احنا يعني ما نقدر نشوف ايش قد سعر الطلبيه، او مثلا ايش قد يعطونا على الطلبيه الوحده. لا الناس اللي يشتغلون اكثريه يشتغلون هنا بهامبورغ، يشتغلون بشركه كموظفين، يجي لهم راتب شهري يعني، مو كل يوم ومو كل طلبيه بتجي لك فلوس، لا يجي لك راتب شهري. يعني كل ما تودي طلبيات اكثر كل ما يرتفع راتبك. هم يدفعون الضرائب، هم يدفعون الحالة الصحية يعني مع المستشفى وما المستشفى، هم بيهتموا بكل شيء. وبالأخير يجيك الراتب الصافي، الراتب الصافي بين تقريبا 1800-1600 لحد 2200 بعض الأحيان، هم 2500 ما عدا البخشيش يا جماعة الخير بالإيد. أكو بخشيش بالإنترنت وأكو بخشيش بالإيد.
بالمناسبة يا جماعة الخير، اللي وصل طلبيات بالبايسيكل بالصيف يصير الموضوع بعد أسهل، يعني بعد أحلى، يصير سريع، ما يقدر ما مو لازم يلبس هواية هدوم ومطر ومطر، لا والله يعني يصير موضوع جدا حلو، مو مثل هسه أنا يعني دائما أمشي حاليا جدا بطيء، يعني دائما أمشي يمكن 20 كيلومتر بالساعة أو هيك شيء، يعني جدا بطيء. خلينا نخابر محمد نتحارش بيه نشوف شنو ويده يسوي ما يسوي. هاي زيغي غوف محمد إمام أن. والله يا سيدي أنا راح أراجع، أنا راح أرجع لأن ما عندي يعني بعدي بتبالي نص ساعة هيك وخلص شغل، ما جتني ولا طلبية. اي والله على الساعة 1:30 بخلص شغل انا. ايه اخذته هيك على السريع، شش مفتوح، يا الله ساعتين كان او ساعة ونص، الله ما بعرف نسيت انا. ايه واخذته هيك وقد اطلع برا وشوي اصور، كمان الجو حلو يعني الشمس طالعة، وكمان نجرب الجو برو، لان الجو برو اخر مرة بلشت تعذرت ما اعرف ليش قصتها، التصوير والصورة والصوت كله صار بيقطع وما مقدر اعمل مونتاج عليه. يعني يا جماعة الخير صراحة لحد هسه ماكو ولا طلبية صراحة، اعتقد لح اروح للبيت، بس قبل ما اروح للبيت لح اطببكم مكان جدا حلو ونفس الوقت يعني الموضوع غريب عجيب شوية يعني. يعني هي عبارة عن مقبرة جدا كبيرة جدا جدا كبيرة، يعني جدا كبيرة، يعني تعرف بالأكبر مقبرة في أوروبا، مو من ناحية الموتى، من ناحية الكبر، ولكن أكثر مقبرة فيها موتى مدفونين هي تكون في العراق، أعتقد في النجف، إيه بتكون بها يمكن الله أعلم 5 ملايين أو هيك شيء، الله أعلم قد مدفونين فيها يعني، ولكن هاي المقبرة حلوة جدا يا جماعة الخير. بيها ورد كأنما حديقة عادية، يعني مستحيل تشوف الموتى، يعني ما تشوف مستحيل تشوف الناس اللي هم مدفونين، كأنما انت تمر بحديقة، جاي تمر بالسيارة، انت بإمكانك تمشي بالسيارة او بالبايسيكل بطن المقبرة وتطب وتطلع وما تعرف شو القصة، يعني ما تعرف وين انت اصلا بالجنة، انت وين انت. هي يعني الموضوع جدا حلو، لح اوديكم لهناك وناخذنا فره حلوه. بالمناسبه يا جماعه الخير اكو شغله جدا ايجابيه بشركه تكوي اكسبرس اللي انا اشتغل بيها، انه الراتب مالتها او الساعه بالساعه 12 يورو. جتك طلبيه خير على خير، انت جاي تكسب يعني زائدا، ما جتك طلبيه يدفعوا لك فلوس الساعه 12 يورو وانت جاي وانت كل شيء ما سويت شيء، يعني ما تشتغل ما تسوي شيء، جاي تونس يعني تحرك بالبايسيكل ونفس الوقت يدفعوا لك فلوس. يعني لازم انت تكون بالشارع، يعني تطلع برا. والله صراحة اكو ناس يقعدون بالبيت صراحة ينتظرون اول طلبية تجي يلا يطلعون. يعني كل شركة لها ايجابياتها وسلبياتها، المفروض واحد انسان يفكر بالموضوع يشوف شنو الزين والمو زين. طبعا مع الاسف الشمس راحت يا جماعه الخير، ولكن مهما يكون الجو حلو يعني الحمد لله وشو. هنا لازم نطب. هاي المقبره يا جماعه الخير شوفوها، هي هسه جنه، هسه هي حلوه زين اذا كانت بالصيف، يطلع الوريد تطلع الجسمه، يطلع الوريد تصير خضار بلا نهايه. اكو ناس يجون هنا يتمشون ويا الكلاب مالتهم الحيوانات الاليفه. هاي شوفوا هذا يا جماعه الخير الجسر كلش حلو، لا كانما انت طب يعني بشارع عادي، يعني ما تشوف لا مدفونين لا تشوف شيء، كل شيء ماكو. هنا هم اكو عربيين يا جماعه الخير، يعني اكو عربيين مدفونين هنا، مدفونين هنا، وفوق القبر مالتهم مكتوب آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني شيء صراحة رهيب رهيب. تعرفون يا جماعة الخير ليش أنا ما أريد أبدل هذا الكف، يعني هاي الكفوف
ليش ما بدلها حتى لو قديمة. طبعا هذا اكثر شيء استخدمه لين بالبريك لان انا عندي اسبابي الخاصة، ولكن يعني اشرح لكم كم شغلة. اول شغلة اذا الشفوف جاي تدفيني يعني، والحمد لله والشكر ما بيها شيء يعني، ليش دا اروح اشتري شغلة جديدة وبعثر فلوس والله شنو شوية مشقوق شوية خربان شوية ما اعرف. لا خلي لحد ما يفرد نوب ما تقدر تمشي ما تقدر تستخدمه يصير فرد نوب وبعدين يعني تغير لك جف. اول شيء همات ابثار يعني هذا حرام يعني، واحد يحاول قدر الامكان انه ما يستخدم فلوس هواية. همات واحد يجمع فلوس نفس الوقت همات يعني يسوي شيء خير للكرة الأرضية يا جماعة الخير يعني. إذا إحنا نشتري نظل نشتري ونذب الزبالة فهذا شيء حرام يعني. والله حلو هاي شو اسمه هذا ما شو اسمه. طبعاً المصطلحات العربية أو العراقية صراحة يا جماعة الخير والله تقريباً الكل نسيته أني. هاي إذا مثلاً طب هنا هذا الشارع بس اللي قدام بس اللي قدام طب منه تطلع للطرف الثاني. وكأنما انت ما مشيت يعني ما مشيت انت بمقبرة ما تعرف شو القصة يعني. يعني ماكو شيء ماكو لا اشوف قبر لا اشوف شيء. وحلوة جدا يعني ها. شوف ان شاء الله اذا الله راد اسوي لكم فيديو يا جماعة الخير عن هاي المقبرة، فيلم او فيديو على اليوتيوب يكون شوية وثائقي احكي لكم عن الصفات والاشياء الحلوه عن هاي المقبره وهاي الحديقه الكبيره، ولكن بالصيف يا جماعه الخير. الواحد اذا يمشي بالبايسيكل هنا او مشي وما عنده خبره بالموضوع او ما عنده معرفه ممكن يتوه يا جماعه الخير يعني. فمره اني والله صراحه انتهت والله انتهت بالمقبره، طبيت بمكان ما اعرف شلون اطلع منه لين كبيره جدا. حتى الجوجل يعني هذا الجوجل الخرائط ما يعرف يطلعني لان دا يوريني طرقات غلط واني ما اعرف شلون اطلع. وبالاخير طلع الحارس مال المقبره قافل البيبان كلها بس الباب الرئيسي ما قافله. راح اسولف لكم يا جماعه الخير قصه غريبه الاطوار شويه يعني شيء صراحة يا جماعة الخير أنا أحس بالهدوء وبالسكينة لما طب المقبرة هاي. صراحة مرة من الأيام مالتي الاستراحة قضيتها أني بمقبرة ثانية وحتى نمت يعني الشمس كانت طالعة وجدا حلوة والله نمت أني على شو اسمه شنو هذا أول مرة أشوفه هنا بوابة خاصة هاي هنا صراحة ما جيت مكان انا هنا والله حلو ها. خلي الواحد يرتاح نفسيا صح الجو مو هالقد حلو ما طالع الشمس، ولكن مهما يكون هذا الخضار يخلي الانسان يرتاح نفسيا والله حلو. يا الهي سبحانك يا ربي من يتوقع انه هذا مكان يكون مقبرة. انا لما طبيت هذا المكان ما كنت اتوقع ان هذا مقبرة صراحة الا لما سألت وشفت يلا شفت انه هاي مقبرة يعني تأكدت انه هاي مقبرة. الحرب العالمية الثانية يا جماعة الخير اكثر الناس مدفونين هنا همات يعني بهاي المقبرة. هاي بيها نهر بيها جسور بيها كل شيء ناس عايشة يعني حتى بالمقبرة اكو ناس عايشة يعني بيوت مع يعني ناس عايشين بيها يعني بيها همات محطات مال الباص يعني الباص يجيبك بنص المقبرة مكان رهيب والله. مرة همات وصلت طلبية اني للمقبرة هنا ناس عايشة بالمقبرة وصلت لهم طلبية اني. شوفوا الباص يا جماعة الخير هذا الباص يعني بس اللي قدام اطلع بس اللي قدام اطلع اللي قدام
ويجيك الباب الثاني. هي طبعا المقبرة بها أكثر من باب، يعني باب الرئيسية، باب الخلفية، وبيبان صغيرة يعني فرعية. يعني حتى لما أصور أني أصور فيديو أحس نفسي بهالمكان، يعني هادئ، مكان حلو. شوية طلعت الشمس يا جماعة الخير، حبيت أشوفكم شكلي. يلا السلام عليكم. هذا أنا قصدي يا جماعة الخير، هذا أنا قصدي. بس شوفوا ما شاء الله لما تطلع الشمس شلون ترد الحياة هيك للحديقة، كأنما أنت بالجنة. يعني والله والله يصير مكان جدا لا يوصف، يعني صراحة شعور جدا حلو. يعني يا باخ يا باخ. قامت تمطر خفيف، فإن شاء الله نرجع للبيت قبل ما نتبلل، يعني قبل ما نصير يعني ما قامت تمطر. تشوفون أنتم السابقون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. الحمد لله على كل حال. الموت مكتوب علينا كلتنا يا جماعة الخير، يعني فهذا الشيء يعني عادي، يعني كلنا حنموت نتحاسب. الحمد لله قامت تمطر. قبل شوية شفت واحد مكتوب اسمه بالعربي وفوقه آية قرآنية وبسم الله الرحمن الرحيم مكتوب عليها، تشوفون؟ طلعنا منه. راح اشوفكم مكان يا جماعه الخير انا كلش حبه بالصيف، اجي هنا هالمكان هذا ما شاء الله العب رياضه هنا. هاي مكان نهر صغير هوني، اقعد هناك، اقعد بعض الاحيان تجي هم تجي عربانه هنا، تجي سيارة تبيع الايس كريم او تسوي شغلات كيك، ما كيك، قهوة، شاي، يقعد. طلعت الشمس ما شاء الله، والله عم الشمس لما تطلع ما شاء الله. هناك العب رياضة يعني ورا هاي المكان هذا. ان شاء الله بالصيف اسوي لكم فيديو جديد يا جماعة الخير واوريكم كل الاماكن الحلوة اللي انا ازورها او احبها، اماكن مفضلة بالنسبة لي يعني. وصلنا يا جماعة الخير إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى لكم الصحة والعافية يا رب. لا تنسون تشتركون بالقناة إذا تحبون، هما تشاركون الفيديو ويا أحبابكم، أهلكم، أصدقائكم، يكون لي الشرف. إذا عندكم تعليقات، نصائح، أسئلة، اللي تحبوا كتبوا بالتعليقات يا جماعة الخير. لا تنسون يعني تعطوني إعجاب بالفيديو. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.